الترابط الأسري هو عبارة عن حالة شعورية مشاعة بين أفراد الأسرة، هو عبارة عن حالة نفسية تعيشها كل أفراد الأسرة، تؤدي إلى التماسك، تؤدي إلى التراحم، تؤدي إلى التواد، تؤدي إلى الاحترام، تؤدي إلى فهم الاحتياج للطرف الآخر، تؤدي إلى قيام كل فرد بالدور المنوط به. يا سلام. هذا يؤدي إلى الترابط الأسري، أو يعني يعطينا الترابط الأسري. دعني أذكر بعض ما يعني سطر. هو حالة من المودة والتراحم والارتباط والانسجام والتعاون والتقارب والتفاهم والاحترام، تغلب على علاقات الزوجين والأسرة. وهنا أؤكد على قضية تغلب، لأن البعض قد يذهب إلى أنه إذا لم تكن دائما حالنا في الأسرة حالة التفاهم والانسجام فمعنى ذلك أننا أسرة مفككة. لا، نحن نقول إذا غلب على حال الأسرة، غلب بمعنى الحال الأغلب في الأيام وفي أحوال مختلفة، أنهم عندهم هذه السمات وهذه السلوكيات من التراحم والاحترام والتفاهم وتبادل الآراء والاستماع للطرف الآخر، فهنا نقول بأنها أسرة مترابطة بإذن الله. Thank you.